بي، اهلا وسهلا فيكم بحلقه ممتعه على الطبيعه مثل العاده مع الشيف شادي. اليوم 3 وصفات رح نبلش بكريات الجبنه هيك ملونه بتعقد، وبعدين فيليه بهارات جمر وفحم وحطب، وبننتقل بعدين وصفه حلوه تفاح بالقرفه. خلونا نبلش باول وصفه. عندي الملح وعندي الفلفل. شو عم بعمل؟ عم دق اني جبت انا الملح الخشن والبهار او حبه البهار او الفلفل السوداء، دقيناهم. واو، صاروا بيجننوا يعني، خلص ولا اجمل من هيك ولا اجمل من هيك. نجيب البهار الحب ونجي نحن ندقه، او كمان عندي المطحنه طلعوا هيك، بس حبيت هيك على الطبيعه فرجيكم كمان شغله حلوه بتعقد. نحطهم على جنب ونرجع. عندي بصل، عندي البندوره، البندوره الكرزيه رح نزين فيها، البصل رح نفرمه ونحطه مع الفته، الخيار كمان رح خلينا نتبل او نجي نلون فيه كريات الجبنه، او بتعرفوا شو رح اعمل شغله. خلونا نبلش بالوصفه شوي شوي، وهيك بمراحلها كلها نرجع منفسرها. سكين منقشر البصل بالطريقه الحلوه هيك، عم تشوفوا كمان، طلعوا كيف شلنا كل شيء. واستعملوا كمان دايما مشان نقشر البصل هالسكين، نحن بنسميه السكين المعكوف اللي فيه زاويه بالطريقه الحلوه هيك. هذا البصل وبنجي في شيء اسمه مسن، وفي شيء اسمه سكين، وفي شيء اسمه سكينين. إذا كان معنا سكينين، أوكي، فينا نسنن كمان بهالطريقة. طلعوا كيف بنحط إصبعنا هون هيك، وبيصير عنا هيدي الحركة هيك، وخلص السكين مسنون. بصل نفرم البصل، ما ضروري يكون ناعم ناعم كتير. طلعوا كيف، ها صبيعنا، أنا بدي شوي صغيرة، وبجي أنا بخلطهم مع، طلعوا كيف، ها كمان إذا بدكم تصغرون أكثر. منجيب نحن الوعاء، عندنا الملعقة جبنة الفتة، أو إذا بدكم أي جبنة قاسية شوي، تكون بيضة أو تكون صفرة. هلا إذا كانت صفرة وشفنا ما فينا نجي نهرسها بالشوكة أو بالملعقة، فينا نبرشها برش، بس أنا هون ما عندي مشكلة. طلعوا جبنة الفتة فينا نشتغلها بهالطريقة، طلعوا كيف كلها سوا، ونحط فيها البصل المفروم بهالطريقة الحلوة، البهار والفلفل يلي كمان كنا عم ندقهم أول حلقة، وبنخلط. هون صار عندنا المزيج كله سوا. شو بدنا نعمل هلا؟ اللي بده، اذا كانت الرويقه حلوه وعلى الطبيعه، فينا نحطهم بقلب صحن مع زيت زيتون وناكل معهم الخيار على جنب، الفلفل على جنب، البندوره على جنب، كمان مع الخس، او نلف فيهم يا شادي عمالك شوي، نلف فيهم شي ساندويش. طلعت معنا الجمله، اوكي، ولايكو كيف، واو تعقد. صار عندي كلها سوا مهروسه بالملعقه وجاهزه تنعمل منها كريات بعد شوي، رح فرجيكم كمان تنعمل كرة، وبعدين نعمل كرة تانية. ها يا سلام، هلا هيدا صار جاهز عنا، البصلات كمان جاهزين. منروح على الخيار، نفس الموضوع، قد ما فيكم كمان يكونوا صغار، بطريقة انه بس نجي نحنا، طلعوا كيف هون، نحطهم بالصحن، اول صحن رح نحطهم باول صحن، طريقة انه بس نحط عليهم بعدين نحن الجبنة تعلق فيها بطريقة حلوة. خلينا نكفي اول شيء الخيارات، ومن الخيار رح انتقل للفلافلة حلوة الحمراء، نفس الموضوع كمان، اول شيء بنقطعهم لجوليان طوال، اذا بدكم طلعوا صبيعنا كيف انتبهوا وما تشتغلوا بالسرعة اللي انا عم بشتغل فيها، اذا بتريدوا حتى ما نروح صبيعنا. وبنرجع من جديد على الفلفل، طلعوا كيف، وهيدا كمان الفلفل عندي صار من جديد كله سوا،
يعقد. واو. وعندي انا هون وعندي هون بعد شغلة وحدة هي الزيتون. رح ناخذ نحن حبوب الزيتون. حلوين. حتى ولو عم نشتغل نحن على نفس البلاطة، ما كل الوصفة هي مع بعضها. يعني حتى إذا كنت أنا عم بعمل سمك أو عم بعمل جبنة، ما كله داخل ببعضه بالآخر، سو ما في عنا مشكلة. رح نجيب الزيتون هيك، رح نقطعهم أول شيء. أنا بحب كتير الزيتون اللي فيه العجوة أطيب، سبحان الله. والزيتون هيك مع الجبنة وعلى الطبيعة شغلة كبيرة. أوكي، رح نعمل هيك ورح نزين فيهم بعد شوي. وهلأ الخضرة اللي ضلت عندي كمان رح نزين فيها، رح تشوفوا كيف. نجي والزيتون قطعناه هيك، بعد بدي كمان حبة يا شيف شادي. طلعوا كيف، نشيلهم. وفيكم أكيد تجيبوا الزيتون من دون عجوة، يعني من دون بذرة، ما في أي مشكلة. وأنا هون خلصنا الزيتونات، وهيدا الزيتون هون كمان حطيناه، ما بدنا كمية كبيرة. هلا بعدين بنزين بالزيتون ورح نبلش. لكن الخيار رجع بعيد، الفلفل كمان الأحمر، عندنا كمان الزيتون الأسود، عندي بعدين الزعتر مشان نزين، الجبنة شو عملنا؟ حطينا فيها البهار والملح المدقوقين هيك بطريقة كتير حلوة بالمدقة والجرن، بالمدقة والجرن. وبنرجع هلا على الخلطة اللي هي البصل أكيد والجبنة. ولايكوا شو بنعمل. يلا يا شيف شادي، بنعمل بنحطهم هون بطريقة بعدين نجي نمرقهم على الخيار والفلافل. طلعوا كيف؟ احنا عملنا هلا هون وحدة، طلعوا شو حلوة. حتى هون هيك نرجع نعمل كمان وحدة تانية. هلا فينا كمان نعملهم بالملعقة، فيكم تحطون إذا بدكم بورقة نايلون وتحطون بالفريزر وبعدين شو تعملوا تقطعون، هيك بيكونوا كمان باردين، بس بدكم تنطروا بعدين شوي صغيرة حتى شو تعملوا؟ تقدمون. وهيدي كمان هون عندي حبة، رح أعملهم شوي صغير كبار، بتعرفوا هيك؟ طلعوا حلوين. بالطريقة هيك كمان هون عندي اثنين، ورح أعمل ثلاثة، رح أكبرها شوي. أوكي؟ وتاني شغلة، هلا بيكونوا في عالم عم يتطلعوا هيك وعم يقولوا لا عم نشتغل بإيدينا. على الطبيعة في أجمل منا هيك، بس نظهر كلنا مع بعضنا، وخاصة هلا الشباب كلهم ناطرين الغداء، أوكي، أو ناطرين الوصفة حتى كمان تخلص. هون عندنا صرنا لكن أربعة، ورح أعمل كمان الخمسة، بس عندي وحدة صغيرة رح نزيد عليها كمان. عقد هون، هون رح زيد عليها شوي، وهون بنكون كمان خلصنا الخمسة. شو رح يصير؟ بكل وحدة تنقول هون رح أعمل هيك، رح نجي نغطى عليها، نغطى بالخيار. طلعوا شو عم بيصير، كلهم سوا صار لونها شو؟ أخضر يا شيف شادي من برا، وطعمتها مختلفة عن التانية. التانية اللي هي بنروح على الفلافل الحلوة، شفتون؟ تعقد صار كمان هيدي شكلها كمان أحمر. بنروح كمان على التالتة، كمان صار عليها الزيتون. لك وحدة خضرة، وحدة بيضة، وحدة حمراء، وحدة سوداء. منروح على التقديم هون. وكريات الجبنة صاروا جاهزين بألوان بتعقد، أما الفيليه والحطبيط صاروا بانتظار الشيف شادي. يلا الحطبات صاروا عندي جاهزين، والفيليه عندي جاهز، ويلا يا شيف شادي على المطبخ نبهر الفيليه ونرجع على الحطبات. وهون
رجعنا. الفيليه عندي اياه جاهز. يلا يا شيف شادي على البهارات وبنبلش. وبنقول سكر اسمر. يا سلام. بنروح على الملح كمان. عندي من الفلفل الاسود. كمان من القرفه. عندنا من القرنفل. هذا كله سوا هون. وكمان عندي البابريكا. كلهم سوا هيك يا شيف شادي بهالطريقة. واو. خلينا نشوف كيف بننظف الفيليه هيك بطريقة سريعة. خلونا هيك. ها. كيف؟ نظيف. يعني إذا أنا عندي عرق هيك فينا نشيله. طريقة صغيرة طلعوا. ها. شفتوا كيف؟ ولا أجمل من هيك. هيدا عرق تاني. فينا نعمله بهالطريقة. وهيدي صار عندنا الفيليه جاهز على البهارات. طلعوا كيف كله الفيليه. هون صار عندي جاهز للجريل. كمان الشقفة الثانية. تعقد. رح ناخذهم كلهم سوا. بحاجة للفرشاية الحلوة. كان عندي فرشاية أنا جايبها للجريل. وين يا شيف شادي؟ هون. وهيدي هون عايزينها اللحمه وزيت الزيتون. ويلا على الفحمات. على الفحمات جاهزين. اوكي وصلنا يا شيف. كله جاهز عندي من زيت الزيتون. برجع بعيد انه بهالطريقه فيكم تعملوا اي نوع من اللحمه او الدواجن، حمام، عصافير، يا شيف ارنب، اللي بدكم. وهون بسرعه حلوه طلعوا كيف. واحد. هيدي كمان اثنين. وبتذكر انه الشيف شادي قال اكليل الجبل. مزبوط اكليل الجبل. وين ما كان عندنا اكليل الجبل اللي راح يصير هالطريقه كثير حلوه، خاصه هيك بس نكون على الطبيعه. اوكي الزيت هون أكيد مع السكر مع البهارات كلها. وبنشتغل بهالطريقة. طلعوا كيف. واو هيك. كل شوي صغيرة إذا بدكم تعملوا هالطريقة. طيب شو بيعمل هلأ السكر باللحمة؟ رح يصير عندي كراميل أنا ويعطي طعمة رائعة. ونصيحة من الشيف شادي، الفيليه لازم ناكله ميديوم، يعني مش مستوي كتير، ميديوم ويل أكتر شيء، بس مش ويل دان، يعني مش كتير يكون مستوي. نصيحة مني. يلا يا شيف بلش. تنشوف هلا الفيليه هون. لكو شو عم بعمل؟ لكو كمان هاي الشغلة الحلوة مع السكر مع البهارات مع الزيت مع الروزماري او اكليل الجبل او الرومارين. واو لكم كمان لونها كيف صار بعقد. خلينا كمان نبرمها بهالطريقة. ها يلا. واو بلشنا نشوف هلا اللون الاحمر الحلو الكريسبي. الفيليه صار جاهز بطريقة بتعقد. الريحة واصلة أكيد لعندكن على البيت. شو رح أعمل؟ روكا، جرجير، وقطع الفيليات عليها والملح والفلفل عليها من فوق. ورح أقطع الطماطم صغار. واو وزيت زيتون وروزميري. يلا أوكي رح أخذ شوي صغيري هيك أنا من الروكا. اللي رح أعمله هو رح أقطعهم شوي. طلعوا شو حلوين هالروكيت الحلوين. يا سلام. وهيدا هون الركة منشيلهم ومنصفهم بهالطريقة. طلعوا كيف. هلا الفيليه واو قدامنا وبنبلش. طلعوا كيف هيدي هون. واو طلعوا شو حلوين. اثنين. يا سلام. كمان منكفيهم كلهم سوا ومننقلهم بعدين. رح تشوفوا كمان كيف على
الصحن خلينا نسميه او خلينا نسميها البلاطه اللي بدكم اياه. طلعوا شو حلوه كمان، فيني اشتغل بسرعه شوي، انا عم بشتغل على مهلي بس مشان تاخذوا انتم فكره عن طريقه التقطيع، وفيكم تقطعوا بطريقه خلينا نقول نحن مشطوبه يعني هيك. طلعوا كيف يعني فيكم تحطوا السكين بهالطريقه هيك وتفوتوا بالقطعه بهالطريقه مثل ما بدكم، اعملوا اللي بدكم اياه. على كل حال انا صرت جاهز، طلعوا شو حلوين. هون نشتغل اذا بدنا شوي صغيره بالبهارات، واجمل شيء هالفلفل كمان الاسود. واو حقيت، رح اعمل هيك نشيل البلاطه ومنروح واحد اثنين ثلاث. طلعوا كيف هيدا اللحمه هون تنزل وبترجع كمان الباقي بينزل حدا بتجنن. عندي انا كمان مليان هيك تعقد زيت الزيتون عليها، الروزماري اكيد الروزماري، نجي نحطهم شوي صغيره هون هيك، ولكو كيف ليكو الصوت كمان هيك شوي صغيره بالصوت. نجي الروزماري عليها على هالفيليه، يلا هون كله سوا على الخشبه بضل عندي. الطماطم قطعهم بهالطريقه، فينا ناخذ كمان الطماطم الكرزيه او فيكم تستعملوا الطماطم العاديه، كله موجود. والطماطميات والطماطم الكرزيه هيك بهالطريقه. هلا محل الطماطم الكرزيه منحط نوع من الجبنه يا شيف شادش بتطلع طيبه هالتلياتا، اوكي، مع البارميجانو ريجانو او البيكورينو او اذا بدنا الايمونتال او البري. طيب لكن صار عندنا الفيليه مع الروزماري والبهارات صار جاهز، كريات الجبنه جاهزين والتفاحات على النار ويلا. النار شاعلة مثل ما شايفين، واو تعقد. اها يا شيف شادي هيك بهالطريقة. خلينا نشيل شوي صغيرة من هالجمرات هون، اوكي، ونحطهم معلكم شوي، نشيل هون لأنه فضي عندي شوي من الجمر، وبنحطهم هيدي هون هيك شوي. يلا هون، وهلا وصارت جاهزة عنا كلها سوا. اوكي، التفاحات شغلة كتير هينة، فينا نعمل التفاح نحطهم بالفرن وشغلة بتعقد، بس موجودين بالطبيعة والجمرات شاعلين والحطبيط وهالموقد الحلوة، فرح نشوي التفاح بطريقة جميلة جدا. لكن شو بنعمل؟ دخلنا هيك هيدا السيخ ودخلنا واحد من تاني ميل، حتى بعدين بس بدنا نبرم التفاحة، التفاحة ما تبرم حوالين أو داير مدار السيخ، ورح نحط كمان واحدة تانية. طلعوا كيف؟ واحدة من هون وهون صار عندنا تفاحتين مع بعض، ورح نحطهم نشويهم. نرجع كمان، ها؟ نحطهم هون هيك. واحدة كمان تانية، يلا يا شيف شادي بسرعة ولا أهين من هيك. وكمان وحدة تانية، طريقة حلوة. خلينا هيك، وهودي فاتت كمان وحدة، وهيدي التانية هون، وطلعوا بعقدوا. يا سلام، هون بدون يعني فينا كمان كل شيء بنقدر بإيدينا، بدون حوالي 3 دقايق 4 دقايق من كل جهة. شو بده يعمل هلا الشيف شادي؟ رح انتقل على المطبخ اعمل لهم صلصه بالحليب والزنجبيل والقرفه والسكر الاسمر، ورح تشوفوا شو هالوصفه يلي بتعقد. يلا
وصلنا وهون هلا صرنا بالمطبخ. بدنا نعمل الصلصة مثل ما وعدكم الشيف شادي بطريقة حلوة. كله جاهز. رح بلش هيك كمان. أكيد النار عندي إياها شاعلة، الغاز مقلي، سكر أسمر. كيف؟ ومننطر أكيد السكر الأسمر تيصير كراميل، يعني هيك منحرك. أوكي تعقد. بس الحلو وين يا شيف شادي؟ إنه قد ما إني سريع السكر بيصير كراميل بأربع ثواني. واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهودي الكراميل صاروا جاهزين مثل ما شايفين بسرعة. زبدة. نعمل الصلصة هون، صلصة الكراميل. هلا بتشوفوا، طلع طلعوا الجمال، طلع هالمنظر الحلو. واو واو. هلا بنحط من حليب البودرة، طلعوا كيف ها، وبنحط شوي صغيرة من المي، ما تخافوا ها، طلعوا كيف الحليب البودرة مع المي صار عندي حليب. يعني فيكم كمان تذوبوا الحليب قبل، وبننطر تيرجع كل شيء يدوب عنا ويصير عنا صلصة الكراميل الحلوة. طلع الجمال. يلا يلا، أكيد وصل الريحة لعندكم. حلوة. ليكوا الصلصة كيف بتعقد. وأكيد الشيف شادي شو راح يعمل هلا؟ راح نجي نطيبها بالبهارات. وكونه التفاح كمان هلا على النار، أنا بعتقد اليوم لبصة التفاح عندي راح يلبق لها نوعين أكثر شيء من البهارات. واحد هلا أنا عندي صلصة الكراميل صارت جاهزة، طلعوا هيدي صارت جاهزة. شو بيلبق يا شيف شادي؟ عندي من ال، يا سلام، الزنجبيل. طلعوا شو حلوة، طلعوا الزنجبيل، طلعوا الزنجبيلات الحلوين يا شيف شادي. يا سلام. هودي كمان هلا إذا عنا أولاد صغار ومش حابين نحط زنجبيل ما في أي مشكلة. وكمان عندي من القرفة. هيدي هي القرفة هون. وأنا بقول بعد ناقص شغلتين. الشغلة الأولى رح تكون السكر البودرة الأبيض أكيد، أوكي هيك مشان نزين فيه. وراح يكون عندي حبة البركة أو الكمون الأسود، وكمان صلصة الشوكولا. الصلصة جاهزة مثل ما شايفين. واو طلعوا شو حلوين. واو الصلصة يا مامي يا مامي الصلصة. هيدي صلصة الكراميل جاهزة، والتفاحات على النار، مش ناقص غير نروح نجيبهم. طفي النار يا شيف شادي ويلا. أكيد هلا بيكونوا استويوا شوي صغيرة زيادة، نحن عم نعمل الصلصة، فرجونا لنشوف. لا بيعقدوا يا سلام، هيك كمان رح نشكهم هون، حلوين بجنوا هيك. شو ناقصنا؟ واو بيعقدوا ها؟ هودي جاهزين مثل ما شفتوا. هلا برجع بعيد إنه ممكن نحطهم بالفرن، وإذا كنا أكيد بالبيت وفينا نشيل العنق تبعولن، بس على الطبيعة أجمل. يلا نحن احنا على الفرن. هودي التفاحات انا عندي هون. شو بدنا نعمل هلا على هالخشبه الحلوه؟ نجي بنقول واحد اثنين ثلاثه، وبنقص التفاح هيك بالنص، وبعدين بنقصهم، لانه انا وين بدي اعمل؟ بدي ارجع احطهم بقلب الصلصه اللي انا عندي. وهيدي كمان هون قصينا اول وحده، وهون قصينا اثنين، طلعوا شو حلوين. هيدي اول شغله رح نعملها يا شيف شادي، نقص. ولع النار من جديد ويلا هون بلشنا بنحركهم مزبوط. خلينا نقطع كمان التفاحات الباقيين نشوف كمان هالمنظر الحلو تبعولن هيك. وتقطعون هيدي قطعنا كمان وحدة هون اثنين، وكمان الثانية بهالطريقة. نرجع وعندي أنا هون كمان من عود القرفة، عود القرفة حطينا عود القرفة يا شيف شادي بهالطريقة هيك بقلبهم، بيعطي كمان الطعمة وبيعطي الجمال. بس نقدم الوصفة كلها سوا. نرجع منعيد اللي كنا عم نعمله
هون كمان تفاح، واو تعقد. كمان هون هيك يا شيف شادي. وبنجي فرجينا لنشوف. طيب تعقد حتى من دون الكراميل. ويلا يا شيف بدنا نقلبهم، بنقلبهم حوالي دقيقتين اوكي بطريقه حلوه قبل ما نقدمهم. وانا رح اقدمهم كمان بطريقه كثير حلوه. ليكوا شو رح نعمل، قدمهم هيك، منشعل تحتها، رح نعمل شغله كمان، منشعل تحتها بطريقه انه بس نقدمها كمان للضيوف شو يكون؟ تكون عم تغلي هي والصلصه، وكل واحد بيشيل حبه تفاح او حبتين يعني شقفه وكمان بيقدمها. بنشيل هيك الغطا، يا سلام. وهون عندي هالتفاحات ورح نبلش نقدم الوصفه. ونبلش واحد، طلعوا كيف هون ماشي جميل جميل. ليكوا القرفه، خلوا القرفه فيها معلش. لون الحلو، خلينا القرفه، القرفه من فوق يا شيف شادي. وطلعوا الصلصه، ليكوا هالصلصه شو حلوه، وكلها سوا الصلصه على التفاحات. طلعوا كيف، واو. خلونا نشوف، يا سلام. طلعوا تعقد. يلا منعد لثلاثة ومندلقن على التفاحات، واحد اثنين ثلاثة يا شيف شادي. جميل، يلا ها. وهيدي هون هالصلصة كلها سوا. وعرفتوا ليش اخترت كمان هيدي المقلي اللي هلا عم تشوفوا كيف عم تغلي كلها سوا. تعقد بتجنن. بيبقى عندي مثل ما وعدتكم حبة البركة أو الكمون الأسود عليها، وكمان شغلي وهي بس أي متى بنحطها هون ولا هون يا شيف شادي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هونيك. يلا أخذنا، نمسك هيك، بنروح على الطاولة هون. يا سلام يا شيف، تعقد. ناخذ السكر أول شغلة، ما هيك ناخذ السكر. وبعدين عندنا الشغلة الثانية هي الشوكولا. طلعوا شو حلو، طلعوا كيف هيك. كمان هالسكر البودرة عليها كلها. وبنرجع منقول يا شيف شادي شوية شوكولا ما منكتر. وهيدا الشوكولا كمان على وصفة التفاح مع القرفة مع الزنجبيل مع حبة البركة مع الشوكولا. وحلقتنا بهالطريقة بتكون اليوم انتهيت. يا ماما شو كانت حلوة، من الفيليه كمان لكريات الجبنة، وبالآخر يا شيف شادي التفاح المشوي. أنا بودعكم ولقائي معكم بحلقة بعد أجمل من هيدي. دايما على الطبيعة، باي.